بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. متابعي الكرام، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد بلقائكم اليوم في هذا الموعد الجديد. نبقى مع دروس السنة الثانية من التعليم الثانوي، ومع الوحدة الأولى، النزعة العقلية في الشعر. فبعدما تعرفنا على هذه النزعة من خلال النصوص الأدبية المتعلقة بهذا الموضوع، وهي نص تهديد ونصح لبشار بن برد الخاص بشعبة أداب وفلسفة ولغات أجنبية، وكذلك النص الأدبي زحف عربي ظافر الخاص بالشعب العلمية والتقنية، نأتي اليوم إلى النص التواصلي المرتبط بهذه الوحدة، وهو نص النزعة العقلية في القصيدة العربية الدكتور والناقد المصري شوقي ضيف. إذن النص الذي بين أيدينا هو نص نقدي، يحاول فيه الكاتب أن يحلل ويناقش ظاهرة النزعة العقلية في القصيدة العربية. بعدما تعرفنا عليها من خلال النصين الأدبيين تهديد ونصح، وكذلك نص زحف عربي ظافر، اليوم سنتعمق أكثر ونحاول أن نتعرف على مفهوم النزعة العقلية في القصيدة العربية، كذلك أسباب عوامل بروز النزعة العقلية في القصيدة العربية، ونتائج ذلك على الشعر العربي. إذن هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا النص التواصلي، ولكن في البداية نبدأ بالتعرف على مضمون النص. النزعة العقلية في القصيدة العربية. رقيت الحياة العقلية في هذا العصر رقيا بعيدا، وهو رقي هيأت له الكتب الكثيرة التي ترجمت عن الهنود والفرس واليونان، كما هيأت له المحاورات والمناظرات بين أصحاب الملل والنحل والأهواء، وهي مناظرات دفعت الشعراء كما دفعت غيرهم إلى التفكير المتصل الذي ما يني صاحبه يحاور ويناظر متناولا كل شيء حتى يسقل عقله، وحتى يبلغ أقصى ما يريد من العلم والمعرفة، وما لم يعرفه ولم يعلمه العلماء سأل عنه يصوره له وليزيل الشبهة فيه عن نفسه. وفي ذلك يقول بشار بن برد: شفاء العمى طول السؤال، وإنما دوام العمى طول السكوت على الجهل، فكن سائلا عما عناك، فإنما دعيت أخا عقل لتبحث بالعقل. ولم يكن الشاعر العباسي يلتمس المعرفة عند العلماء ولقائهم وسعيه لسؤالهم وإلحاحه في السؤال فحسب، بل كان يلتمس أيضا في الكتب المترجمة من كل صنف. وقد نزع الشعراء عامة في هذا العصر للتزود بجميع ألوان المعرفة وما كانوا يجدون في ذلك من لذة عقلية، قد مضوا يتمثلون كثيرا من هذه الألوان ويحيلونها غذاء شعريا بديعا، سواء منها الهندي والفارسي واليوناني، وما لم يحيلوه تأثروا به من قريب أو بعيد. ولنقف قليلا عند الثقافة الهندية في قول أبي نواس في بعض المغنيين هاجيا: قل لزهير إذا حدا رشدا أقلل أو أكثر فأنت مهذار، سخنت من شدة البرودة حتى صرت عندي كأنك النار، لا يعجب السامعون من صفتي كذلك الثلج بارد حار. وهذا الشعر يدل على نظرة أبي نواس في علم الطبائع، لأن الهند تزعم أن الشيء إذا أفرط في البرد عاد حارا مؤذيا. كان تأثير الثقافة الفارسية في الشعر والشعراء أشد وأقوى من تأثير الثقافة الهندية، إذ كان كثير من الشعراء يتقنون اللغة الفهلوية. قد مضى الشعراء منذ ظهور كتابي الأدب الصغير والأدب الكبير لابن المقفع يتأثرون بما نقله فيهما من تجارب الفرس وحكمهم ووصاياهم في الصداقة والمشورة وآداب السلوك والسياسة، ومن يرجع إلى بشار يجده يفرد للمشورة قطعة طويلة في إحدى مدائحه: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازمي، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإن الخوافي قوة للقوادم.
ولا ريب في أن الثقافة اليونانية كان تأثيرها في الشعر والشعراء أعمق وأبعد غورا، بما فتحت أمامهم من أبواب الفكر الفلسفي وأبواب المنطق ومقاييسه وأدلته، وما بعثت فيهم من محاولات استكشاف دفائن المعاني واستخراج دقائقها. وقد مضى كثير من الشعراء يزيدون محصولهم من تلك الثقافة، بل كان منهم من ألف في المنطق حتى يشحذ ذهنه وأذهان الشعراء من حوله، وكان مما ترجم لهم من تلك الثقافة مراثي فلاسفة اليونان للإسكندر المقدوني عند وفاته، وقد نقل منها أبو العتاهية أطرافا إلى مراثيه: بكيتك يا علي بدمع عيني، فما أغنى البكاء عليك شيئا، كفى حزنا بدفنك، ثم أني نفضت تراب قبرك عن يدي، وكانت في حياتك لي عظات، وأنت اليوم أوعظ منك حيا. ولعل أكبر بيئة عنيت بهذه الثقافات المتنوعة وكان لعنايتها بها أثر واسع في الشعر والشعراء بيئة المعتزلة، إذ كانت تقوم من الفكر العباسي في هذا العصر مقام المجداف من السفينة، فهي تثيره وتدفعه إلى أن يزيد محصوله من جميع المعارف والمعتقدات، وأن يتمثلها إلى أبعد حد ممكن، وبدأوا بأنفسهم فتثقفوا من كل ما ترجم عن الهنود والفرس واليونان، وعكفوا على الفلسفة اليونانية عكوفا جعلهم يقفون على كل شعبها ومناحيها في الفكر الدقيق، ولم يلبثوا أن استكشفوا لأنفسهم عالمهم العقلي الذي يموج بطرائق الذهن في جميع المعاني الحسية والعقلية، وكانوا يحاورون أصحاب الملل والنحل في المساجد الجامعة، ومن حين إلى حين يحاور بعضهم بعضا في غوامض الفلسفة محللين مستنبطين، واشتقوا لهم آراء جديدة يدعمها العقل الذي شغفوا به وبأدلته وبراهينه، وهو شغف صوره بشر بن المعتمر إذ يقول: لله ضر العقل من رائد، وصاحب في العسر واليسر، وحاكم يقضي على غائب، قضية الشاهد للأمر. وقد سخر بشر عقله على نظم قصائد تدخل في التاريخ الطبيعي، يتحدث فيها عن مشاهد الطبيعة ودلالاتها على قدرة الصانع الخالق، كما نظم شعراء من المعتزلة شعرا لم يكن بعيدا عن دوائر الشعر المألوفة من المديح والغزل والهجاء والرثاء والوصف، بيد أنهم طبعوها بطوابع جديدة من دقة المعاني ومن غرائب الأخيلة والصور. ومن أهم المشاكل التي عالجها الشعراء مشكلة الجبر والاختيار وفكرة التولد، وهو الفعل الذي ينشأ عن فعل آخر دون قصد، وفكرة الجزء الذي لا يتجزأ، أو فكرة الجوهر الفرد. يقول أبو نواس متغزلا ومحاورا ومجادلا نظراءه المعتزلة: يا عاقد القلب عني، هل لا تذكرت حلا، تركت مني قليلا من القليل أقلا، كاد لا يتجزأ أقلا في اللفظ من لا. هكذا كان رقي الحياة العقلية في العصر العباسي وأثر نزعتها على القصيدة في تلك الفترة، وما استحضر من شواهد في هذا النص قليل جدا نظرا لغزارة مادتها وما هيأته الظروف المساعدة لكل ذلك في هذا العصر. النص مأخوذ من كتاب العصر العباسي الأول للكاتب شوقي ضيف. إذن هذا فيما يتعلق بقراءة النص. نأتي الآن إلى تحليل القصيدة من خلال مراحل الاكتشاف، المناقشة، ثم أستخلص وأسجل. نبدأ أولا بالاكتشاف. السؤال الأول: ما روافد الحياة العقلية في العصر العباسي الأول؟ إذن الروافد بمعنى المنابع التي غذت الحياة العقلية في العصر العباسي، أو المصادر. إذن هي الكتب الكثيرة التي ترجمت عن الهنود والفرس واليونان، وأيضا المحاورات والمناظرات بين أصحاب الملل والنحل والأهواء، ويظهر ذلك في الفقرة الأولى من النص في قول الكاتب: وهو رقي هيأت له الكتب التي ترجمت عن الهنود والفرس واليونان، كما هيأت له المحاورات والمناظرات بين أصحاب الملل والنحل والأهواء. إذن هذا فيما يتعلق بمصادر الحياة العقلية في العصر العباسي.
ننتقل إلى السؤال الثاني، هل كان الشاعر العباسي بمنأى عن هذه الحركة العقلية؟ إذن لم يكن الشعراء العباسيون بعيدين عن هذه الحركة العقلية النشطة، فقد كانوا يلتمسون المعرفة عند العلماء ويستفيدون منهم مباشرة كما استفادوا من الكتب المترجمة، ويظهر ذلك في قول الكاتب: ولم يكن الشاعر العباسي يلتمس المعرفة عند العلماء ولقائهم وتعيه لسؤالهم وإلحاحه في السؤال فحسب، بل كان يلتمس أيضا في الكتب المترجمة من كل صنف. إذن هذا بالنسبة لإجابة السؤال الثاني. ننتقل إلى السؤال الثالث، من أين استقى الشعراء معارفهم وثقافتهم؟ إذا استقى الشعراء معارفهم وثقافتهم من الكتب المترجمة والثقافات المختلفة الفارسية واليونانية والهندية، ويظهر ذلك في الفقرة الثالثة من النص في قول الكاتب: وقد نزع الشعراء عامة في هذا العصر للتزود بألوان المعرفة وما كانوا يجدون فيها من لذة عقلية. ننتقل إلى السؤال الموالي، ما أثر ثقافات الأمم غير العربية في القصيدة العربية؟ إذا تأثر الشعراء بثقافات الأمم المختلفة كما قلنا مثل الفارسية واليونانية والهندية، وتحولت ثقافات هذه الأمم إلى غذاء شعري للقصيدة العربية، فقد أثرت هذه الثقافات بنقل التجارب والمعارف والحكم والوصايا وفتح أبواب الفكر الفلسفي والمنطقي. إذا أخذوا من الثقافة اليونانية الفكر الفلسفي والمنطقي، وأخذوا كذلك من الثقافة الفارسية والهندية التجارب والمعارف والحكم والوصايا، ويظهر ذلك في قول الكاتب في الفقرة الثالثة: مضوا يتمثلون كثيرا من هذه الألوان ويحيلونها غذاء شعريا بديعيا، سواء منها الهندي والفارسي واليوناني، وما لم يحيلوه تأثروا به من قريب أو بعيد. إذن تأثروا بهذه الثقافات وضمنوا الكثير من المعارف التي وجدوها في هذه الثقافات في شعرهم. وقد قدم الكاتب مجموعة من الأمثلة حول هذا الموضوع، موضوع التأثر بثقافات الأمم الأخرى، مثل قول الشاعر أبي نواس وكذلك بشار بن برد في الحكمة. ننتقل إلى السؤال الموالي، حلل تأثر القصيدة العربية بالحركة العقلية في تلك الفترة. إذا تأثر القصيدة العربية بالحركة العقلية هو أمر طبيعي ومنطقي، وذلك نتيجة اندماج الشعراء في هذه الحركة الفكرية والعقلية واطلاعهم على ثقافات الأمم الأخرى وكذلك على الفكر الفلسفي والكتب المترجمة وغيرها، حتى أنه كان منهم من ألف في المنطق. إذن هذه بعض الأسباب التي جعلت القصيدة العربية تتأثر بهذه الحركة العقلية في تلك الفترة. السؤال الموالي، ما المقصود بأصحاب الملل والنحل؟ إذن كرر الكاتب هذه العبارة في فقرات النص في الفقرة الأولى في قوله: كما هيأت له المحاورات والمناظرات بين أصحاب الملل والنحل والأهواء. إذن المقصود أصحاب الملل والنحل هم أصحاب المذاهب والأديان والعقائد. إذا انتشرت الكثير من المذاهب الدينية وكذلك العقائد الدينية في العصر العباسي بين الشيعة السنة وكذلك الخوارج وغيرهم من العقائد الأخرى، وهذه المذاهب والعقائد والأديان اختلفت نظرتها إلى تعاليم الدين الإسلامي، من بينهم مثلا المعتزلة، الجبرية، كما قلنا الشيعة السنة وغيرهم من المذاهب الأخرى، كانت تنشأ بينهم العديد من المحاورات والمناظرات والنقاشات حول مواضيع مختلفة. ننتقل إلى السؤال الموالي، ما أثر كتابي الأدب الصغير والأدب الكبير لابن المقفع في الأدب العربي؟ إذا ترجم الكاتب ابن المقفع الذي كان يتقن اللغة الفهلوية وهي اللغة الفارسية القديمة، إضافة إلى إتقانه للغة العربية، نقل كتابين عن الثقافة الفارسية وهما الأدب الكبير والأدب الصغير،
قد تأثر الشعراء بما نقله ابن المقفع في هذين الكتابين من تجارب الفرس وحكمهم ووصاياهم في الصداقة والمشورة وآداب السلوك والسياسة، كما يظهر في قول بشار بن برد في الحكمة: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشور عليك غضاضة، فإن الخوافي قوة للقوادم. إذن هذا جانب من تأثر الشعراء بما جاء في كتابي الأدب الصغير والأدب الكبير لابن المقفع. ننتقل إلى السؤال الموالي: من هم المعتزلة ومن أين استمدوا ثقافتهم؟ إذن بيّن الكاتب في النص أن المعتزلة كان لها دور كبير في إذكاء الحركة الفكرية في العصر العباسي، وقد شبهها الكاتب بالمجدافي في السفينة فهي تثيره وتدفعه. كان لهذا الأمر أثر واسع في الشعر والشعراء، فمن هم المعتزلة؟ إذن المعتزلة هم فرقة إسلامية فلسفية كانت تحاور أصحاب الملل والنحل في المساجد، اشتقوا لهم آراء يدعمها العقل. إذن الأمر الأساسي بالنسبة للمعتزلة هو العقل. استمدوا ثقافتهم من كل ما ترجم عن الهنود والفرس واليونان. إذن أكبر بيئة عنيت بهذه الثقافات المختلفة هي بيئة المعتزلة. اهتمت كثيرا بالكتب المترجمة عن الهنود والفرس واليونان، وزادوا محصولهم من المعارف والمعتقدات. والمعتزلة كذلك فرقة كلامية، أي تعتمد على علم الكلام أي الفلسفة، الجدال والتحاور، لذلك يسمى علم الكلام، وتنسب إلى واصل بن عطاء، ميزت بتقديم العقل على النقل. إذن أهم ميزة بالنسبة للمعتزلة هو اعتمادها على عقل، فقد أخضعت الكثير من الأحكام الدينية للعقل، وسموا المعتزلة لاعتزال مؤسسها مجلس الحسن البصري. إذن واصل بن عطاء كان تلميذ العالم والفقيه الحسن البصري، ووقع خلاف بينهما فاعتزل واصل بن عطاء مجالس الحسن البصري، وهذا الخلاف كان حول حكم الفاسق. قد قدم الكاتب مجموعة من الأمثلة لشعراء المعتزلة واهتمامهم بالعقل، مثل ما يصوره بشر بن المعتمر في قوله: لله در العقل من رائد وصاحب في العسر واليسر، وحاكم يقضي على غائب قضية الشاهد للأمر. فهنا اهتمامهم بالعقل، إذن كل الآراء التي اعتمدوا عليها يدعمها العقل الذي شغفوا به وبأدلته وبراهينه. إذن هذا بالنسبة للاكتشاف. ننتقل الآن إلى المناقشة: ما الأسباب التي جعلت الشاعر يتأثر بالحياة العقلية؟ إذن الأسباب التي جعلت الشاعر العباسي يتأثر بالحياة العقلية، وأولا الازدهار الذي شهدته الحياة العقلية في العصر العباسي، وأمر طبيعي أن لا يكون الشعراء بعيدين عن هذه الحركة العقلية المزدهرة، وأيضا ما كانوا يجدونه من لذة عقلية في قراءة الكتب المترجمة والتعرف على هذه الثقافات المختلفة. أيضا البيئة الثقافية الزاخرة بالمناظرات والمحاورات والاطلاع على الكتب. إذن كل هذه الأسباب جعلت الشعراء يندمجون في هذه الحياة العقلية ويتأثرون بما فيها من أفكار جديدة. ننتقل إلى السؤال الموالي: أذكر بعض الشعراء الذين تأثروا بالحياة العقلية في العصر العباسي. إذا من بين الشعراء الذين تأثروا بالحياة العقلية في العصر العباسي: بشار بن برد، أبو نواس، أبو العتاهية، بشر بن المعتمر، غيرهم من الشعراء الآخرين. ننتقل إلى السؤال الموالي: مصدر المنطق عند العرب. أيضا مصدر المنطق عند العرب هو الثقافة والفلسفة اليونانية كما هو معروف وكما ذكر في النص. إذا السؤال الموالي: بين دور الأمم غير العربية في إثراء الحياة العقلية. إذا كان لهم دور كبير جدا في إثراء الحياة العقلية، فقد تأثر مثلا أبو نواس بالثقافة الهندية في علم الطبائع، كذلك كان للثقافة الفارسية تأثير كبير في الشعر والشعراء كما رأينا مع كتابي
الأدب الصغير والأدب الكبير. أما الثقافة اليونانية فكان تأثيرها في الشعر والشعراء أعمق من ناحية فتح أبواب الفكر الفلسفي والمنطق والتفكير ومقاييسه. إذا هذا بالنسبة لتأثير الأمم غير العربية في إثراء الحياة العقلية. ننتقل إلى السؤال الموالي، هل هذه الآثار سلبية أم إيجابية؟ أبدي رأيك فيها. إذا هذه الآثار أو التأثر بالأمم الأخرى هي آثار إيجابية، لأن ثقافة أمة من الأمم لا يمكن أن تزدهر إلا إذا تأثرت بغيرها. إذا هذا الأمر طبيعي، كل الحضارات ازدهرت بتأثرها بحضارات سبقتها. الثقافة العربية تأثرت بثقافات الأمم التي سبقتها من ثقافة يونانية فارسية وكذلك هندية. أما الجانب السلبي فيتجلى في بعض العادات والملل التي تتنافى مع تعاليم الإسلام، مثل اللهو والمجون الشعوبية وغيرها من الملل التي وفدت مع هذه الثقافات. إذن هذا هو الجانب السلبي. هذا فيما يتعلق بالمناقشة. نأتي الآن إلى آخر محطة وهي أستخلص وأسجل. السؤال الأول، ما سبب رقي الحياة العقلية وازدهارها في العصر العباسي؟ إذا ارتقت الحياة العقلية في العصر العباسي نتيجة الكتب الكثيرة المترجمة عن الهنود والفرس واليونان كما ذكرنا، كذلك المحاورات والمناظرات بين أصحاب الملل والنحل والأهواء، الحرية، كذلك العقل والعلم، تشجيع الخلفاء لهذه الحركة العلمية والعقلية. ننتقل إلى السؤال الموالي، كيف كان أثره في الشعر بصفة خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة؟ إذا بالنسبة للشعر في هذه الفترة تأثر بهذه الحركة العقلية وخطى خطوات نحو الأمام، أي أن الشعر العباسي تطور وخرج من بوتقته إلى عالم ذو طباع جديدة، أي أنهم طبعوه بطبائع جديدة رغم أن الأغراض الشعرية لم تخرج عما كان مألوفا من قبل من مدح وهجاء ورثاء ووصف مع ظهور بعض الأغراض الشعرية الجديدة، ولكن طبعوه بطبائع جديدة منها مسالك دقيقة في المعاني، أي دقة المعاني، وكذلك التصوير، معتمدين العقل والمنطق، أي النزعة العقلية، فقد طغت على الشعر النزعة العقلية، كذلك التصوير والخيال الواسع، ونتيجة هذا الخيال الواسع أصبح هناك غرائب الأخيلة والصور، أي أنها ليست بالصور المألوفة. أما فيما يتعلق بالمجتمع فقد أقبل على نشاط هذا العصر وامتزجوا بغيرهم من الشعوب الأخرى عن طريق الأنساب والتزاوج، كما قلدوا الفرس في المأكل والمشرب والملبس وبناء القصور واللهو والموسيقى والغناء، أي أن المجتمع العباسي كذلك تطور نتيجة هذا الامتزاج بالشعوب الأخرى، وأخذ العرب الكثير من العادات والتقاليد عن هذه الحضارات مثل المأكل والمشرب والملبس وبناء القصور، كذلك حتى العادات السيئة مثل اللهو والموسيقى والغناء. السؤال الأخير، ما نمط الكتابة في النص؟ حدد خصائصه. إذا النمط المعتمد في النص هو النمط التفسيري، وهذا واضح لأن الكاتب يشرح ويفسر الأسباب الموضوعية التي أدت إلى بروز النزعة العقلية في الشعر العباسي. إذا هنا الشاعر يبين لنا أسباب وجود هذه النزعة العقلية في الشعر العباسي ونتائج ذلك على الشعر بصفة خاصة. من بين خصائصه الشرح والتفسير، إذا نلاحظ أن الكاتب يشرح ويفسر، ذكر الأسباب والنتائج، فذكر الكاتب في البداية أسباب وجود النزعة العقلية في الشعر العباسي ونتائج ذلك على الشعر العربي، أيضا أدوات التفسير والتعليل، الاستعانة بوسائل التحليل والتعليل، التمثيل، الموازنة، الأمثلة كما هو وارد في القصيدة، فقد قدم الكاتب الكثير من الأمثلة، أيضا استخدام أدوات التفسير مثل أي، أن، لأن، أعني، وأساليب التوكيد، كذلك التكرار، التوكيد،
وأيضا صيغ الاستنتاج لهذا هكذا. إذا في النهاية يقول هكذا كان رقي الحياة العقلية، وهذا دليل على الاستنتاج. إذا هذا بالنسبة لموضوعنا اليوم، أتمنى للجميع الاستفادة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.